الشريف، انت راه انت بنفسك راه جالس كتخرب في البلاد ديالك، لان هاد الولد هذا بالله عليك اسيدي فؤاد، هاد الدري ناجح بالغش غير باش يجيب نقطه. واش هاد الوالدين وعاو ان راه غيبقى عنده نفس الهاجس ملي غادي يكبر؟ الهاجس اللي عنده دابا انه يجمع اكبر عدد ممكن من الارقام اللي هي كنقولوا المعدل النقطه، راه ملي غيكبر ويدخل الميدان الخدمه راه غيبقى عنده نفس الهاجس انه يجمع اكبر عدد ممكن من الارقام، غير هو الارقام اللي كان كيجمعها في الدراسه هي النقط الدراسيه. ملي غادي يخدم الارقام غتولي هي الحساب البنكي. وبما اننا حنا ربيناه انه في صغره ما تتهمش الوسيله اللي غيجمع بها دوك الارقام، راه ما نظنش انه ملي غادي يخدم راه غيولي من اولياء الله الصالحين. راه ملي غادي يخدم راه ما غيبقاش تهمو الوسيله باش غيجمع بها نفس الارقام في الحساب البنكي ديالو. مادام ما بقاتش كتهمو الوسيله واش غيجيبها من الحلال ولا يجيبها من الحرام، يجيبها بالغش ولا يجيبها على دراعه، واش غيجيبها بطريقه مشروعه ولا يجيبها بطريقه غير مشروعه، واش غيجيبها بطريقه قانونيه ولا يجيبها بطريقه غير قانونيه، ما غتبقاش تهمو اسيدي فؤاد. نعم. وخذ معايا واحد هذا هو الفكر ديالو وهو طبيب. راه ملي غتمشي عنده انت راه كتظن غادي راعي فيك زعما شي حاجه. نعم. والله ما يعقل عليك. خذ معايا هذا وهو مهندس. وغدا ولا بعد غدا بدا تسمع العماره الفلانيه، نسال الله الله يحفظ الجميع، بدا تسمع العماره الفلانيه ديال 14 طابق رابت على مواليها. خذ هذا هو اللي غيكون مسؤول على السكك الحديديه في شي بلاصه. خذ هذا هو اللي غدا ولا بعد غدا يقدر يكون ممثل ديال الامه تحت قبه البرلمان. خذ معايا هذا وخذ معايا هذا وخذ معايا هذا وخذ معايا، وكنقولوا علاش البلاد ما بغاتش تقاد. شريف راه انت اللي كتخرج لنا الناس اللي كيخسروا البلاد. هذه وحده. المساله الثانيه، الانسان اذا كان مسلم وتيقول على راسه مسلم راه خصو يعرف انه راه ملي غيموت راه غيوقف بين يدي الله عز وجل. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله هذه الله وانا اليه راجعون. اللي انا اليه راجعون راه غتسال الشريف هذوك الوليدات اصحاب راسك، راه القفوزيه هي ان ولدك يجيب 18، القفوزيه هي انك انت تجتهد باش تربي ولدك يكون مسلم مواطن صالح. هذه هي الخدمه، هذه هو النجاح. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم علاش كندخلوا في هذه المقارنات الغبيه ديال ولد خالتك جاب ولد خالتك ما جابش ولد عمك دار وانت المكلخ ما درتيش، شوف الاخر، علاش كتقارنوا ولادكم بوحدين اخرين؟ انا واحد المساله ما بغاش تفهم لي سيدي فؤاد. نعم. الا حطيتي البصمه ديالك، البصمات ديال صباعك، الا حطيتيهم انت دابا في البلاطو عندكم تما ديال المباشر، الا حطيتي البصمات ديالك فوق هذيك الطابله اللي انت جالس فيها، واش ممكن تغلط البصمات ديالك مع شي واحد في الدنيا؟ ما يمكنش. البصمه يجوا البصمات غيقولوا فؤاد بياز كان هنا. ملي انت عندك بصمات ديالك تميزك عن باقي اهل الارض، لا من اللي ماتوا لا اللي حيين لا اللي مازال غاديين يجيو. اذا راك انت انسان يعني متميز، غير بمجرد انك انسان راك انسان متميز، فعلاش اخويا بغيتي تقارني انا بواحد اخر؟